نيكول، خبرينا شوي عن اطلالتك اليوم. والله اطلالتي اليوم حبيتها تكون متناسقه مع مكان الحفل. انا دائما بحب نسق اطلالتي تكون فيها من روح او من تشبه الحفل، ما تكون اوفر او ما بتلبق لها. فحسيت هذا اللوك هيك كتير خارج الحفل اليوم، وحتى الهير والميك اب، يعني انا اكثر ما بميل كتير للاشياء الاوفر يعني. نيكول، نحن موجودين بكواليس حفلك باو كلوب، خبرينا قد ايه كنت متحمسه لترجعي تقابلي جمهورك بلبنان. والله كتير كنت محمسة لأنه لي فترة غيبة، طبعاً عم نحكي نظراً لكورونا وظروف البلد، فكنت حابة خاصة بهيك ليلة كريسمس، كمان حسيتها أوكيجن حلوة. ومثل ما قلت قبل يعني كنت حابة فرجة ويلمسوا أنه دايماً نيكول أنه سوقها بمصر، فدايماً بقول أنه مصر بلد فن كبير فيه 100 مليون، وبلد بالذات بالحفلات وبالفن. طب مش معقولة أنا أكون يعني عندي كل هالأرضية وقدرة أني أحقق نجاح هونيك، وليه كنت حابة فرجيهم ليه، حتى بس شوفوا نيكول أنه ليه مطلوبة أكتر شيء بالحفلات وبتعمل أعراس. فكنت حابة فرجي هذا الشيء على الأرض سواء بلبنان أو حتى بغير بلد عربي، لأنه مش معقول تكوني ببلد هالقد، يعني مصر منا بلد أبداً هينة، فتقدري تلقطي هيك سوق وما تقدري أكيد تحققي هذا الشيء، وإن هي لبنان بلدي كمان، فكان بهمني. بالحديث عن مصر، كان في كتير أعمال فنية هيدي السنة، هل معقول نشوفك قريباً بمصر بالتمثيل؟ لكن إن شاء الله أكيد، يعني دايماً المشكلة بتبقى بالنصوص برجع بقول، وأكيد كمان المشكلة الاقتصادية أثرت كمان على الإنتاج بشكل كبير. وهلأ في مشروع رمضاني معروض علي، كنت عم بقول اني حب قصته كتير، بس بعد ما حسمت امري فيه، بس اطلع على القاهره هلا على راس السنه عندي حفله، ببقى بعمل يعني في ميتنج مع الجهه المنتجه، لانه بيتطلب شغل كتير، اغاني فيه كوريوغرافي واستعراضات وتصوير برا مصر، بس الحلو انه بيلبق لي يعني كتير انا فيه، وكتير حب تمسك الجهه المنتجه فيه، بس ان شاء الله نلحق الوقت كرمال رمضان يعني. طيب نلحق الوقت ان شاء الله خير. نيكول، نحن عبواب 2023، خبرينا شو أحلى شيء صار معك هيدي السنة، وشو الشيء اللي بتقولي يا رب ما يرجع يصير؟ الحلو اللي صار معي أكيد أني أخذت قرار أني خلص يعني بدي، يعني لو بدي أجي على حالي وعلى صحتي أنه أدعس بقى، يعني ما يعني أوقات بتريحي بتتعبي لأنه دايما شغلي برات لبنان، فهذا الشيء أكيد بيعمل لي إرهاق، فقررت أنه خلص بدي أدعس. وحتى يعني كان عندي شوي كمان اشياء بالمانجمنت او باداره اعمال، هذا كمان كان مأثر علي وعمل لي ضغط كبير، فهيدا كله يعني مبسوطه انه خلص اخذت قرار ما بقى بدي اعمل فرناج، بدي ادعس بكل شيء. ففي خطط كتير، في اغاني كتير عم نحضرها هلا بالاي ام جي، مصري ولبناني، فراح يكون في هيك اذا بدك حله جديده ونشاط جديد، ويمكن يكون في كمان تور برا للجاليات العربيه، فكمان بوعدهم الله راد ببقى بقبلهم. صار لي كتير. ختاما نيكول، شو الرسالة اللي بتوصليها لجمهورك بلبنان ولا زوجك يوسف الخال ولا بنتك بالسنة الجديدة؟ يعني الله يعطينا بس بلبنان وضع، يعني وضع أكيد مش هذا اللي نحن فيه، لأنه نستاهل أكيد أحسن، مش بس نحن كل الشعب اللبناني. بتمنى لهم سنة جديدة، الله يخلي لي إياهم ويضلوا بصحتهم.